السلام عليكم. منذ الانقلاب على الجمهورية في سبتمبر 2014 تمضي معركة استعادة الدولة بخطوات بطيئة ومتعثرة رغم الإمكانات الكبيرة للشرعية ومن يقف خلفها. وكلما تعثر إنجاز استعادة الدولة من الانقلابيين وبسط النفوذ الكامل في المناطق المحررة، كلما زادت الألغام في طريق الدولة وأصبحت مهددة من أي انفجار. أحد هذه الألغام انفجر قبل أيام بإعلان مجلس انتقالي في عدن وصف بأنه خطوة انقلابية على الشرعية اليمنية، لكن هذا المجلس كما يقول بعض المراقبين أجهض قبل اكتماله، بل ذهب البعض إلى أنه أضر بالقضية الجنوبية وعدالة استحقاقاتها. الحكومة اليمنية نددت بإعلان المجلس وقالت إنه مجلس مناطقي انفصالي لا يمكن أن تقبل به. وإزاء بيان الحكومة الشديد اللهجة، أنكر بعض من وردت أسماءهم في المجلس صلتهم به ونفوا دعمهم له، فيما ذهب البعض إلى إبراز موقف مزدوج بينه وبين الشرعية مثلما فعل محافظ حضرموت. وحتى الآن لا يزال البعض يترقب ولم يبدي أي موقف مؤيد أو معارض للمجلس. على الصعيد الخارجي، أعلن مجلس التعاون الخليجي استنكاره لأي دعوات انفصالية وأنه يقف مع وحدة واستقرار اليمن. كذلك كان موقف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مما سمي بالمجلس الانتقالي في عدن. إذن ما هي أفاق المشهد اليمني في ظل كل هذه الألغام السياسية والاجتماعية، وأيضا في ظل استمرار الوضع العسكري كما هو عليه في المخا ونهم وتعز والبيضاء دون تقدم؟ وما هي أجندات المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة على وجه التحديد؟ وهل أصبحت أجندتهما كما يقول كثيرون مختلفة ومتقاطعة بشأن الأزمة اليمنية؟ وأخيراً، أين المواطن اليمني الذي يحلم بدولة بين كل هذه الأحداث الصاخبة؟ أعزائنا المشاهدين، حول المعركة اليمنية لاستعادة الدولة والجولات الهامشية التي تحدث هنا وهناك من وقت لآخر، ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة مع ضيفي هنا في الاستوديو رئيس مركز أبعاد الدراسات والأبحاث الأستاذ عبد السلام محمد. أهلاً بك أستاذ. اهلا وسهلا بك وبكل مشاهديكم الكرام. حياكم الله، اهلا وسهلا. اذا مشاهدينا الكرام، نبدا النقاش لكن بعد ان نتابع معكم هذا التقرير. سبعه احمد حامد لملس. القفز بلا مظله، هكذا يبدو مشهد ما عرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي في الايام الاولى من تشكيله، والذي قوبل برفض واسع على طريقه ذلك الرفض الذي شهده المجلس السياسي لتحالف الانقلاب في صنعاء. لا يوجد اعتراف إقليمي أو دولي، فيما توالت الإعلانات والانسحابات من المكون والتنصل الذي جاء على هيئة بيانات أصدرها من شملتهم قائمة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك. وبحسب متابعين فإن الجنوب بين القضية والأشخاص الذين يحاولون تملك القضية يعيش لحظات وهم متبادل بين أطراف محلية وإقليمية تغرد خارج سرب الإجماع اليمني والعربي والدولي، في لحظات مفصلية وحساسة تهدد مصير اليمن والمنطقة. بعد البيان الرئاسي الذي حمل موقف رافضا لما أسماها بالكيانات المناطقية، توالت ردود المواقف المحلية والخليجية والعربية التي أعلنت موقفا واضحا وصريحا أنها مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مجلس التعاون الخليجي حمل خلاصة الموقف الخليجي الداعم للتحالف العربي في اليمن لاستعادة الشرعية، وجاء البيان من المجلس كونه الراعي للعملية السياسية في اليمن منذ ثورة الشباب. يسعدني أن أخبر. وثيقة جمال بن عمر الختامية في مؤتمر الحوار الوطني والتي أودعت في مجلس الأمن حملت دعوة كافة القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني مجلس التعاون الخليجي لرعاية مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يعده مراقبون سبب صدور البيان من المجلس الرافض لتقسيم اليمن. المجلس الانتقالي الذي أصبح على طاولة الجنوب بات عبئا مضافا إلى أعباء معركة استعادة الدولة في اليمن، وهو الورقة ذاتها التي فتحت أكثر من احتمال على السيناريوهات المستقبلية للمعركة، بين من يرى أن ثمة تيارا متطرفا في الحراك يشكل عائقا أمام مشروع استعادة الدولة ككيان مقابل للانقلاب في الشمال، وبين من يرى أن إعلان كيان سياسي في الجنوب لا يخرج عن كونه ورقة ضغط سياسية مشروعة جوهرها الحق في الشراكة. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا الأستاذ عبد السلام محمد. أستاذ عبد السلام، إذا ما بدأنا بالتطورات الأخيرة في المشهد، هناك إعلان ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، كيف أثر ذلك على معركة استعادة الدولة اليمنية؟
طبعا الوضع والتوجه إلى استعادة الدولة اليمنية يمر بمخاطر كبيرة جدا، وكان أكبر خطر يعني واجه الدولة اليمنية هو الانقلاب، وكل هذه الآن تداعيات، والانقلاب هو أثر ربما أوجاع مناطقية وأيضا مذهبية، ورغم أن هذه الأمراض كانت وثيقة الحوار الوطني قد بدأت في معالجتها، وجاءت هذه الحادثة حادثة المجلس الانتقالي لتضيف أيضا عبئا جديدا في التوجه، أو نستطيع أن نقول أحد معرقلات التوجه لاستعادة الدولة لأسباب كثيرة. السبب الرئيسي أولا تأخر مرحلة الحسم العسكري، هذا سبب مهم جدا يجب أن نفهمه. من ضمن الأسباب أيضا استغلال اتجاهات داخلية للمرحلة وفي حالة وضع البلد في حالة ضعف في تمرير بعض المشاريع، وهناك مشاريع أيضا إقليمية استفادت من هذا الأمر للضغط، سواء مشروع في إطار التحالف العربي الذي نستطيع أن نقول أنه هناك ارتباك في تحديد أولوياته، أو مشروع إقليمي آخر هو المشروع الإيراني الذي يستفيد من أي عملية تعرقل عملية الحسم العسكري. والأهم أن هذا الحدث جاء قبيل وضع اللمسات الأخيرة لمعركة الحديدة، وهي تعتبر المعركة الأخيرة كمعركة استراتيجية، لأنه ما بعد معركة الحديدة سيكون عبارة عن تكتيك عسكري فقط للوصول ما حول صنعاء، ومن ثم تبدأ العملية السياسية والاستسلام بعد الانتهاء من إغلاق كل المنافذ الاستراتيجية، سواء الاقتصادية ذات الدخل للانقلاب، أو سواء المنافذ الاستراتيجية التي تعطي نوع من السيادة مثل ميناء، مثل منفذ بري، مثل مطار. هذا الأمر يدل دلالة قاطعة أو يوصلنا إلى نقطتين أساسيتين، أو النقطة الأولى أن هناك استغلال لوضع البلد لتحقيق مصالح محلية لجهة معينة وإقليمية لاتجاهات، وأن أيضا أن الانقلاب ليس العدو الوحيد للشرعية، هناك من يتربص بالشرعية بداخلها، هناك يعني من يريد استغلال الوضع لتحقيق مصالح، وأيضا وضع المعركة أو يوصلنا هذا الأمر إلى أن المعركة أو كل معركة لها عدة أطراف طبعا تقوم على كتلة صلبة في الوسط، هذه الكتلة الصلبة أو الداخلية هي التي تساعد التحالف العربي في عمليات، يبدو أن هناك يعني نوع من الاهتزاز بهذه الكتلة، ليس في الكتلة ولكن في تفهم الراعي لهذه الكتلة الصلبة، أي بمعنى أنهم يريدون بعض الاتجاهات داخل التحالف مثلا تريد تحقيق انتصار، ولكن دون حصول هذه الكتلة الصلبة على أيضا مزايا معينة. طيب في هذه النقطة كان يعني بيان مجلس أو موقف مجلس التعاون الخليجي كان واضحا، يعني يرفض أو يؤكد على وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية، وتقريبا يرفض ويدعو جميع مكونات الشعب اليمني إلى يعني نبذ دعوات الفرقة والانفصال والالتفاف حول الشرعية. لماذا صدر البيان عن مجلس التعاون ولم يصدر عن التحالف العربي؟ مجلس التعاون الخليجي هو ملزم بمسألة السيادة، لأنه الراعي الرسمي أولا المبادرة الخليجية، والمبادرة الخليجية هي التي أمنت الانتقال السلمي للسلطة، وعند تأمين الانتقال السلمي للسلطة من خلال المبادرة الخليجية كان الشرط الأهم في إطار المبادرة الحفاظ على وحدة اليمن، فكان هي السباقة. ثانيا يعني من ضمن مخرجات الحوار الوطني التي هي جزء من مخرجات المبادرة الخليجية، هذه المسألة كانت حاسمة جدا. فيأتي أولا التحالف العربي عندما جاء للتدخل هو لم يأتي فقط لحماية الشرعية واستعادة الدولة فقط، أيضا لتأمين الانتقال بطلب
من حمل الانتقال أو من أسس لهذا الانتقال وهو مجلس التعاون الخليجي وأيضا بقية المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة. ولذلك بيان مجلس التعاون أهم. سيأتي أنا أعتقد هناك بيان للتحالف لكن لن يكون بهذه اللهجة السياسية. الحفاظ على الدعوة للحفاظ على اليمن ولن نقبل الانقسام، لا، يجب أن تكون الرسالة القادمة من التحالف العربي خطوات على الأرض، خطوات على الأرض عملية. من يعني من أي نوع؟ خطوات من أي نوع بالضبط؟ أنا أتوقع أن التحالف العربي هو يترك الآن الأمر للتوازن، حصول توازن داخلي، سواء من ناحية يعني ترك حالة الغضب إلى أن تهدأ، أو أيضا من ناحية الاستفادة أيضا من هذه الأحداث. يعني التحالف العربي أيضا أذكياء، يعني لديهم الاستفادة في أي سياق، لديهم استراتيجية عسكرية في سياق توازنات على الأرض. مثلا معركة الحديدة يفترض أن تكون اللمسات الأخيرة قد وضعت وتقودها قوات مكلفة يعني من التحالف العربي وربما قوات الإمارات يعني المكلفة. فبالتأكيد أن الذي حصل خلال هذه الأيام في الجنوب هو نوع من الضغط في عدم الدخول لهذه المعركة مقابل الحصول على بعض الامتيازات. هذه الامتيازات واضحة جدا، هو الوصول إلى المشاركة في القرار، صناعة القرار للدولة اليمنية. المملكة العربية السعودية وهي راعية التحالف العربي لم تتدخل في هذا الأمر، لم تفعل ذلك، بينما هناك أطراف أخرى يريدون أن يشاركوا في عملية التحالف ويريدون أن يتدخلوا في أمور سيادية هي بالأساس لا يجب على الاتجاهات الأخرى التدخل فيها إلا ما يتعلق فقط بمسألة إنجاح العمليات العسكرية. ثانيا أو ثالثا أو رابعا الأهم أن التوازنات السياسية التي يريدها هذا الطرف أو ذاك هي مستعجلة، يعني في وقت حرب، والأصل أن هذه التوازنات السياسية أن تحضر بعد الانتهاء من الحرب. أي بمعنى إذا كان هناك خوف من سيطرة مثلا جماعة سياسية أو اتجاه مناطقي أو واجهة اجتماعية على الدولة، لا يجب أن ندخل في إطار الحرب، لا أن تعرقل معركة السعادة، نعم، ونقوم بتقسيم المقسمة أو نضعف الكتل الصلبة ومن ثم نبدأ نبحث عن كتلة أخرى تساعدنا في العملية العسكرية. لا، يجب أن نستمر في العملية العسكرية ويأتي في العملية السياسية للتوازنات في إطار توافق بأنه لا غلبة خلال 4-8 سنوات، لا غلبة لأي أحد في هذه الانتخابات أو الثانية حتى تكون هناك تجربة ديمقراطية، ومن ثم نبدأ. طيب دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ عبد السلام المحلل السياسي من تعز، أستاذ عبد العزيز المجيدي، أهلا بك أستاذ عبد العزيز. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد العزيز. كيف تنظر إلى ما حصل مؤخرا من إعلان للمجلس، يعني ما عرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ثم ردود الفعل سواء من قبل الشرعية أو من قبل خارج الحدود اليمنية، مجلس التعاون الخليجي وكذلك الجامعة العربية؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم. أهلا بك. ما حدث خلال الفترات الماضية وتحديدا بإعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي هو أعتقد أمر لم يكن وليد اللحظة ولم يكن طارئا، وإنما جاء أيضا في سياق يرتب له من فترات طويلة، وربما يكون حدث الأمر بعد تحرير عدن مباشرة. الفترات السابقة بعد تحرير عدن تم يعني الإقصاء كثير من أطراف المقاومة الموجودة داخل الجنوب، وكثير من الأطراف بذرائع ومسميات مختلفة، يعني كانت استخدمت كمدخل فقط لتصفية الميدان لمصلحة طرف آخر هو أكثر وراء لطرف محدد داخل التحالف، وبالتالي تهيئة المسرح والبيئة اللازمة من أجل الدخول في مرحلة تالية تفصح عن هذا المشروع بشكل واضح. ما هو سيء في الأمر ليس فقط الإعلان بحد ذاته، وهو يعبر أيضا عن وجود نوايا معينة
بل أيضا بأن خطورته تكمن في أنه يساعد أيضا على تشتيت وزيادة الانقسام حتى في المحافظات الجنوبية. عندما يتم مثلا تركيز قيادة المجلس بيد شخصين مثلا كعيدروس الزبيدي وهاني بن بوريك، ما المعنى الذي يمكن أن نقرأه من هذا من هذه التركيبة؟ لا أحد بارز واسم ثقيل معتد به من الحراك الجنوبي موجود في هذه التكوينة. هناك شخص كمثلا كناصر الخبقي، وهو معروف بأنه شخصية كانت من الشخصيات المؤسسة للحراك الجنوبي، لكن دوره على ما يبدو أنه ثانوي بعد الشخصيتين الرئيسيتين عيدروس الزبيدي وهاني بن بوريك. عيدروس الزبيدي كما هو معروف هو شخص كان له نشاط في محافظة الضالع مثلا، لكنه لم يكن بارزا على كشخصية قيادية في الحراك الجنوبي من ضمن القيادات الصف الأول مثلا. وهاني بن بوريك هو شخصية طارئة أشبه ب ما يعني شخصية صنعت وطهيت على عقل وقدمت للمسرح من أجل أداء أدوار محددة خلال الفترات المقبلة والفترة التي الآن التي ربما بدأت مرحلتها الآن. هناك ما حدث هو يعكس أيضا مشكلة أخرى متعلقة أيضا بطبيعة إدارة الشرعية للأمور. يعني عندما يتم استدعاء تحالف عربي مكون من 11 دولة لإنقاذ الشرعية وفي مواجهة جماعات انقلابية، كان يفترض على هذه الشرعية أيضا أن يكون لها رؤية واضحة لفترة ما بعد تحرير المناطق أيضا. يعني ما الذي ستفعله إذا كان لديها مشروع دولة اتحادية؟ ما الذي يجب عمله من أجل إعادة بناء مؤسسات وأنت تعلم بأنك ستأتي على مجال فارغ تماما؟ ليس هناك مؤسسات جيش ولا أمن ولا كثير من المؤسسات الرئيسية التي يمكن الاعتماد عليها في فرض شكل وملامح دولة محددة خلال فترة المقبلة وفترات ما بعد الحرب، من أجل أيضا مواجهة التحديات الأخرى الناجمة عن الحرب وفيما يتعلق بالخدمات وفيما يتعلق بجانب الأبنية فيما يتعلق أيضا بمواجهة حتى الشكل الآخر للحرب من خلال الاختراقات الأمنية وغيره. طيب يعني هي بطبيعة الحال ترك الأمر كما هو عليه، استرخت السلطة الشرعية في الرياض، ويبدو من خلال هذه السلبية التي شاهدناها مرارا حدث ما حدث، وكان هناك طرف لديه مشروع بشكل واضح ومحدد واشتغل عليه على الأرض وأنتج هذا المشهد الحاصل الآن. ردود الأفعال التي شاهدناها من خلال مثلا المملكة، من خلال مجلس التعاون الخليجي، من خلال مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية وغيره، متى كانت البيانات لمثل هذه الكيانات أصلا تحل مشكلة أو تقف دون خطر أصلا؟ طيب وفقا لذلك أستاذ عبد العزيز، يعني ووفقا لما قلته من ضرورة أن يعني يكون للشرعية نوع من البرنامج بشكل أكبر ورؤية واضحة لما ستفعله بعد تحرير هذه المحافظات وما تم تحريره منها، الآن هل سنشهد يعني تفاعلا أكبر من قبل الشرعية بتواجد أكبر على الأرض بعودة يعني مرتقبة إذا ما حدثت إلى عدن ل يعني تثبيت أن هذه القرارات وأن هذه البيانات التي صدرت هي حقا ليست فقط حبرا على ورق؟ إذا كنا سننتظر النوايا وما يمكن أن يحدث من خلال بعض التصريحات فأعتقد أننا سننتظر طويلا. السؤال ما الذي يمكن عمله على الأرض؟ هناك مشروع له أقدام موجود الآن في الجنوب وهو يمضي في طريقه، وكان اليوم أيضا هناك رد يؤكد على المضي في الخطوة التي تم الإعلان عنها من خلال انعقاد المجلس الانتقالي نفسه في محافظة عدن، والتأكيد على ما تم الإعلان عنه والتشديد على مسألة المطالب التي ركز عليها البيان والحديث عن جنوب عربي بجناحين عدن وحضرموت، وأيضا التأكيد على المضي في استكمال مؤسسات ودوائر المجلس الانتقالي، والدعوة إلى تظاهرة حاشدة في 21 مايو وهو طبعا اختيار ذي مغزى باعتبار أن هذا اليوم هو عشية ما عشية يوم الوحدة، ذكرى الوحدة اليمنية التي أعتقد بشكلها الماضي قد اندثرت وانتهت تماما. طيب ما الذي يعنيه ذلك؟ السؤال
ماذا لدى الطرف الآخر؟ الطرف الآخر وهنا وأنا أعني به السعودية في كقائدة للتحالف، ما الذي ستفعله؟ من الواضح أن عبد رب منصور هادي كطرف في الجنوب ليس بتلك القوى الكبيرة على الأرض، أنا أتحدث عن الأرض، والواضح الآن أن هناك محاولة لتفخيخ والوضع في الجنوب من خلال بناء قوة مسلحة لمصلحة طرف محدد داخل الجنوب، ما يعيد الجنوب أيضا إلى مراحل سابقة من الصراعات التي دارت خلال الفترات والحقب الماضية في الجنوب، ذات نزعات وحساسيات إلى حد ما قهوية ومناطقها من نوع ما. وبالتالي المهندس هذا المشروع قصد بدرجة رئيسية ليس فقط أيضا المضي باتجاه إعلان الانفصال، هو أيضا فخص مشروع الانفصال من الداخل، لأن الهدف أيضا ليس أيضا الذهاب باتجاه بناء دولة مستقرة في الجنوب، لأن هذا لا يمكن أن يتحقق بهذه الطريقة التي تمت من خلال استئثار مجموعة من الشخصيات ذات الولاء الشديد لدولة معينة كالإمارات، وبالتالي ستصبح هي صاحبة القرار وصاحبة القوى، ما يعني أن هذا سيستفز وسيستثير نزعات أخرى في الجنوب من شأنها أن تقود إلى صراعات وتفضي إلى سلسلة صراعات أخرى. وأعتقد أن هذا هو المطلوب ربما من هندسة ومشروع كهذا، لأنه الجنوب مطلوب منه أيضا أن لا يستقر، وأن الضمانة لتحقيق مصالح ومكاسب ما لدولة معينة هو يبقى الجنوب في وضع مضطرب، ما يؤدي بالضرورة إلى منع أي محاولة لخلق حالة استقرار ومن ثم تنمية ونهضة كبيرة، خاصة ما يتعلق بميناء عدن ودوره الحيوي والاقتصادي خلال الفترات القادمة. أشكرك الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العزيز المجيد، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أستاذ عبد السلام، هل تتفق مع ما طرحه الأستاذ عبد العزيز خاصة في النطاق الأخير أن هناك أيضا تفخيخ حتى للمشروع الانفصالي بداخل الجنوب؟ طبعا هو الأستاذ عبد العزيز طرح نقاط مهمة جدا، يعني وانطلق من منطلق إذا افترضنا أن القضية الجنوبية يعني قضية محقة في هذه الفترة للسعي وراء مطالب استراتيجية قبل استعادة الدولة بالنسبة لهم يعني كدولة، حتى ولو قبل استعادة الدولة اليمنية بشكل عام، إذا افترضنا فإن هناك أيضا أشياء لم ينتبه لها هؤلاء أثناء إعلانهم المجلس الانتقالي، خاصة أن قيادات الحراك الجنوبي الأساسية غير ممثلة في هذا المجلس. القيادات الأساسية التي أسست الحراك الجنوبي السلمي مثل صلاح شونفرة، مثل قيادات أخرى، هم كانوا أساس في تأسيس الحراك الجنوبي السلمي. الزبيدي لم يكن قيادي، يعني في 2007 عندما تم إعلان أو خروج الحراك الجنوبي السلمي إلى الساحات وبدوا عمليات سلمية، خروج سلمي ضد النظام صالح، وقتها لم يكن هؤلاء متصدرين للقضية بالأساس. هذه واحدة. الأمر الثاني، عندما يعني تشرف دولة خارج إطار منظومة المعروفة، يعني منظومة القانونية، يعني التحالف العربي هو دخل في إطار قانوني واضح جدا اللي قوانين الأمم المتحدة، وأيضا يعني في أطور الناظمة ما يتعلق بالحماية والدفاع عن في إطار الجامعة العربية، وأيضا في إطار دستور الجمهورية اليمنية. لكن عندما تأتي دولة لا تضمن حقوق يعني وتعمل على انفصال منطقة وهي لا تضمن بالأساس ولم تكن في إطار قانوني، بمعنى أنه سينعكس سلبا على الخليج وسينعكس على التحالف، وينظر إليه في المستقبل على أنه هذا استعمار واحتلال وليس ولم يكن مساعدة، لأنه مهما كان تشكلت هذه، حتى لو تشكلت دولة جنوبية في إطار هذه القضية لن تحل الإشكال والصراع الداخلي. طيب دعنا نتحدث عن هذه النقطة وعن تبعات يعني مخاطرة ما إذا حدث فعليا انفصال بشكل أو بآخر على الأمن القومي العربي واليمني والخليجي أيضا. دعنا نكمل هذا النقاش لكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير. أستاذ عبد السلام، مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة. أستاذ عبد السلام، ما هي السيناريوهات المفتوحة على المشهد الآن؟
قبل الذهاب للمشهد أنت سألت سؤال و هي في نطاق لم نجب عليه، يعني ما مدى يعني هذا المشروع خطورته على الأمن القومي العربي؟ تفضل. الخطورة الرئيسية والأساسية أن التحالف العربي دخل لاستعادة الدولة اليمنية، وبالتالي الحفاظ على الدولة وموحدة ذات سيادة كما نص عليه القرار الدولي. فعملية الانفصال هو تصادم مع أولا أهداف التحالف وأهداف الأمم المتحدة والقرارات الدولية، وبالتالي معناه يعني مثل عملية الانقلاب. طيب هذا كان واضحا في البيانات التي صدرت، لكن في الفعل كيف سيكون الأمر؟ في الجانب الميداني يعني هو لا يوجد إلا سيناريوهين فقط. السيناريو تعتقد دولة الإمارات العربية المتحدة أنه يصب لصالحها إذا انفصل الجنوب من خلال يعني مثلا فرض واقع جديد في الجنوب اقتصادي قد يعود أو يكون ذا جدوى وفائدة لها من خلال الموانئ، وفي الشمال بحيث أن يسهل لها إعادة إنتاج النظام السابق. هذا السيناريو له سلبيات كبيرة جدا. أولا أنه هزيمة كبيرة للتحالف في بالأساس، وأيضا يدخل في إطار التكسيم ويعطي مبرر للحوثيين بعمل دويلة في شمال الشمال على الحدود السعودية. أيضا يعطي نفاذ لإيران في المنطقة، بمعنى أنه حقق الاستراتيجية التي تريدها إيران من خلال التكتيك الذي نفذته التحالف أحد يعني فصائل التحالف العربي أو أحد دول أحد أطراف التحالف. الإمارات العربية المتحدة يعني بشكل واضح، الإمارات العربية المتحدة هي تعلن بشكل واضح أنها تريد الجنوب كدولة مستقلة مع عودة علي عبد الله صالح وأحمد علي لحكم النظام السابق. هذا معروف يعني لم يعد في إطار ما تحت الأدرج، هذا غير مقبول طبعا في اليمن وغير مقبول في إطار التحالف العربي ولا هو مبرر بالأساس. طيب في هذه النقطة لماذا يعني تحاول الإمارات، الآن السعودية لها حدود مع اليمن بشكل واضح، لكن الإمارات ليست دولة حدودية مع اليمن، لماذا لا يكون دورها مثل السودان مثلا يعني تحقيق فعل على الأرض في إطار التحالف العربي لكن دون وجود هذه الاستراتيجيات الكبيرة وطويلة الأمد؟ الإمارات لديها أهداف معلنة بعضها وبعضها غير معلن. المعلن هو مساعدة اليمن ومساعدة الأمن القومي أو بمعنى حماية الأمن القومي الخليجي. نحن قبلنا يعني اليمنيون قبلوا بالدور الإماراتي وحتى قبلوا بدور قيادي أكبر من حجمها، لكن الإشكالية هناك أهداف غير معلنة. الأهداف إعادة النظام السابق في الشمال، فصل الجنوب إلى دويلات، وأنا متأكد أن الإماراتين غير قابلين أن الحضرموت تبقى مع المحافظة الجنوبية، ولكن عملية تمهيد الفصل هي تحتاج تدرج. ثالثا يعني اعتقادهم أن هذه الطريقة هي الطريقة المثلى لضرب الإسلاميين في اليمن المشاركين في العملية السياسية بالذات حزب الإصلاح، وهذا خطأ فادح جدا لأنه هم لم يدرسوا الحالة الاجتماعية والارتباطات الاجتماعية للأحزاب اليمنية. يعني الناصري لا أستطيع أن أقول هو نسخة من ناصري مصر أو الاشتراكي هو نسخة من شيوعية روسيا، لا يمكن. طيب هناك ارتباط اجتماعي بهذه الأحزاب يعني وأصبحت ما تتفضل به هو موجود ربما على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن كيف نعرفه في سياسة الدولة؟ يعني ما هي المشاهد التي أو الشواهد التي ترصدها أنت كرئيس مركز أبحاث أبعاد للدراسات في يعني ما يعلن من قبل الإمارات؟ من خلال التحرك العام، يعني تستطيع أن إذا تمكنت من مناقشتهم بشكل علني لن تخرج إلا بهذه النتيجة. هذا إذا أتيح لك الفرصة، لكن نتائج العمل على الأرض هي تقول لنا بكل بساطة أننا يعني دولة الإمارات كدولة الإمارات لن تقبل أصلاً. هي بالأساس بدأت الخلافات مع الرئيس هذه هي منذ تعيين نائب الرئيس علي محسن الأحمر وإقالة خالد بحاح، هنا بدأت. وأعتقد ما حصل في مسألة مجلس الزبيدي هو ليس التوجه للانفصال بالشكل الذي نعرفه، ولكن إعادة الملطام على يعني لوجه الدولة اليمنية، كونه حصل نوع من وربما يكون هناك نوع من المزايدة أو بمعنى تبادل، يقول لك ممكن يعني يمكن احتوى هذا الموقف مقابل مواقف أخرى وهي مواقف مثلا إقالات لقيادة في الدولة لصالح أشخاص آخرين، الدخول في تفاوض وحوار مع علي عبد الله صالح وعائلته،
القبول بحكم فدرالي للجنوب من خلال إقليمين وليس إقليم واحد، أي بمعنى انفصال حقيقي يعني، وليست المسألة مسألة متعلقة. لكن هنا ليس الخوف في هذا الجانب، ما موقف التحالف العربي؟ نظل نعود للنقطة هذه. طيب دعنا في هذه النقطة تحديدا دعنا نأخذ رأي العميد المتقاعد الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ محمد القبيبان. سيادة العميد أهلا بك. يا أهلا وسهلا، مساء الخير عليك أستاذ المشاهدين وضيفك الكريم، حياكم الله. المعذرة سيادة لواء. إذن يعني لماذا سمحت المملكة العربية السعودية وهي قائدة التحالف العربي لأن تمضي الأمور بهذا الشكل في اليمن؟ لا يمكن، أنا ما وافقك أن المملكة سمحت، لأنه حتى لو هذا الأمر يعتبر تقريبا شأن داخلي داخلي، ولكن احنا نقول ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور مثل هذا الشأن الذي أنا أعتبره شخصيا خطر كبير على العملية برمتها، على عمليات التحالف. والأستاذ عبد السلام أسهب إسهابات أكثر من رائعة في المجال السياسي، وأنا يعني أشاهد الموقف منذ فترة أو من بداية الأزمة، فأشوف أنا أنه كان في بداية حديثنا يا أستاذ وسيم في بداية الأزمة كنا نتحدث على أنه عندما يتم تطهير منطقة، وكانت هذه الأحداث في بدايتها مع المنطقة الجنوبية عدن، كان يجب أن تتم تسوية بالعلم الذي هو يدار في حيال الأزمات، بمعنى أن تدار العمليات وتطهر المناطق، ومن ثم تدار تحت مظلة عسكرية نوعا ما إلى أن يستتب الأمر. هذا ما سوف يدفع الأشقاء في الجنوب بأن يلتحموا مع أخوانهم وأشقائهم في الوسط، ومن ثم إنهاء التمرد بأكمله. طيب ما الذي منع ذلك من الحدوث؟ أحسنت، هذه النقطة، يعني هي نوعا ما قد يكون هنالك عدم قراءة جيدة، قد يكون هذا تحدي واضح. يعني نحن تعودنا بأن يكون هنالك مشاكل داخلية يمنية منذ أمد طويل، والأخوان الضيوف اللي قبلي تحدثوا عنها سواء في منتصف السبعينات أو في الثمانينات أو في التسعينات، لكن الحدث الجديد هنا تدخل الإيراني مما استوجب سرعة العمليات العسكرية بإيقاف هذا التمدد، وكان هو الهدف الأول إعادة الشرعية، تدمير ما هو تدمير، إيقاف التمدد الإيراني. أنا أوافق الجميع فيما ذكروا بأنه طول العمليات العسكرية أو طول فترة العمليات العسكرية هو لم يقود إلى التململ، ولكنه قاد إلى وجود أشخاص طامعين، أشخاص لا يعني لم يكونوا قد المسؤولية، لم يكونوا فعلا كيد واحدة مع فخامة الرئيس وحكومته ونائب الرئيس، ومن ثم تأتي هنالك ما ذكروه الأخوان بما يخص أنه كان لهم أطماع سابقة. هذا أمر يمني داخلي، ولكن الوجه الأكبر أو النظرة الأكبر يبقى اليمن واحدا موحدا، سيادته لا تتغير وفقا بما هي ذكر عليه المقررات السابقة 2216، الحوار الوطني، الورقة أو المبادرة الخليجية. هذه نتائج طول العمليات العسكرية. طيب يعني سيادة لواء، يستغل سيادة لواء في هذه النقطة تحديدا، يعني عندما نحن شاهدنا مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو تحدث عن يعني أن المملكة العربية السعودية قادرة على أن تحسم لكنها لا تريد ذلك، يعني هي ستلعب على النفس الطويل في بالنسبة للأمور في اليمن. عندما تتفضل أنت بالقول أن عدم الحسم العسكري أو التأخير سبب في وجود هذه الأشياء داخليا في اليمن، هناك ربما نوع من يعني الضبابية في فهم الأسباب الحقيقية نحو حدوث هذه المشاهد بداخل اليمن. لا، هو شوف سمو الأمير كان واضح وصريح بأنه لو أرادت قوات التحالف بأن تتخذ حسم عسكري حازم وتكون فيه هنالك مخاطرة، أنا رجل عسكري وأعرف عندما تدخل مناطق تضاريسها صعبة زي اليمن، مناطق فيها ضبابية، الحرب غير نظامية، سوف يكون هنالك خسائر ليس فقط من قوات التحالف وليس فقط من جانب الانقلابيين بل المدنيين. انظر ما يحدث في الموصل كلها تقريبا زي ربع صنعة
قتل مئات المدنيين، ولكن هذه القيادة لا. أنا أرجع أقول يا طويل العمر بأنه ما كان يجب أن يحدث، الجيش الوطني هو اللاعب الرئيسي، سوف يتقبله المجتمع الدولي، سوف يتقبله اليمنيين أنفسهم، سوف تكون هنالك الصدمة أهدى ويعني أخف من للمجتمع الدولي عندما يقوم أبناء اليمن بأنفسهم بقيادة هذه العمليات العسكرية، ومن ثم التوجه لتحرير كل شبر. هذا ما كنت أعتقد أن سموه الأمير محمد يتكلم على أن نعيد بناء الجيش الوطني، يكون هناك في دراماتيكية، قد يكون اللواء محمد المقدشي، أنا لا أنتقد الرجل، لا هو بذل جهد كبير في معية الفريق الأحمر، اثنينهم قادة عسكريين ميدانيين، ولكن يبدو أن هنالك صعوبة في توحيد هذا الجيش الوطني وبدء بعمليات عسكرية يعني حديثة. العمليات العسكرية الحديثة جد أصعب مما تتصور في ظل هذه الظروف، بناء جيش تقدم، هنالك تحدي، هنالك صعوبات مع المدنيين. فكان كلام سمو الأمير محمد مفهوم بأنه لماذا لا يقوم الجيش الوطني بهذه العمليات، هو أعتقد أنسب وهو أفضل تكون من الداخل اليمني بنفسه. نعم. طيب، يعني في هذه النقطة قبل قليل تفضل الأستاذ عبد السلام محمد وتحدث على أن معركة الحديدة الآن باتت يعني توارت قليلا على الأنظار بعد ما حدث الآن في عدن، وذلك بعد أن يعني أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا بحكم سلطته على تغيير محافظ عدن وكذلك إقالة وزير الدولة. الآن هل يعني هناك نوع من الخوف على يعني مسير المعركة العسكرية في إطار هذه الإشكالات التي تحدث بداخل عدن؟ لا أبدا، لا أبدا أبدا أبدا. العمليات العسكرية مستمرة وفق الأطر والخطط الموضح لها بزعمي. فخامة الرئيس قادر على إدارة الأزمة، بزعمي فخامة الرئيس ونائبه وحكومة السيد بن دغر قادر على إدارة الأزمة. الشعب اليمني في الجنوب إن ظهر هنالك بعض الداعمين لهذا التوجه لا يعني بأن هذا الأمر أصبح واضحا وصريحا. لا سيدي، العمليات العسكرية سوف تستمر، الإعداد، لكن نتكلم على شيء مهم، هو لابد من الإسراع والتعجيل. ليس بالضرورة لنتحدث عن ميناء الحديدة. الأستاذ عبد السلام والدكتور عبد السلام تكلم كلام جميل، قال في البداية بأنه إذا انتهى موضوع الحديدة تقريبا العمليات العسكرية شبه انتهت، وهذا ما كنت أنا يعني أتحدث عنه سابقا، وتبقى هنالك المناطق الميتة إب والبيضة وأبين عفوا، والمناطق اللي تعتبر وسط والشمال الشمال. صحيح. لذلك أنا أقول لك أنه ما يجب الآن فعله هو إعادة ترتيب الأوراق بجدية أكثر، والاستثمار في نهم، والاستثمار في سرواح، والاستثمار في تعز، والاستثمار في مناطق صعدة، وإنهاء العمليات العسكرية ليس كما هو يعني مكتوب بالتعبير حتى يتفرغ فخامة الرئيس لحل هذه الأزمة. أنا أتوقع فخامة الرئيس أدرى بإدارة الأزمة بتشكيل فريق لإدارة أزمة مثل هذه الأزمة ويستطيع حلها، لأن الشعب اليمني عانى بما فيه الكفاية، فلا يوجد لديه أي استعداد حتى من كان بأن يكون هنالك انشقاق. حضرتك في بداية الحلقة تكلمت على رابطة العالم الإسلامي لا تؤيد ما يحدث، دول مجلس التعاون لا تؤيد ما يحدث، دول التحالف لا تؤيد ما يحدث. دول التحالف هنا يأتي دورها بدعم العمليات العسكرية وسرعة العمليات العسكرية والاستثمار في المناطق التي قاب قوسين على أدنى، يعني نحن لم نعد بعيدين تقريبا 5 إلى 7 كيلو عن أرحب وبن حشيش ومطار صنعاء، وهذه المناطق عندما تسقط، عندما تتوالى تلو الأخرى وتعادي إلى الشرعية، هنا سوف يكون فعلا هذه الأمور التي حدثت تعتبر أمور ثانوية. وأنا طيب إلى الآن شخصيا أكلمك بكل أمانة أستاذي، أنا لا أعتبر هذه أزمة يعني قد تحيد المسار الذي نرجو أن يكون عن ما نصبو إليه، إنما هي أزمة حصلت، وهذا هو ما هو الحديث عن مطبات كثير. هو الحديث عن تأخير لمعركة استعادة الدولة وبالتالي ازدياد في التكلفة المدنية لهذه المعركة. يعني الآن يعني ليكون صريحا معك بسؤال سيادة اللواء، هل هناك اختلاف في وجهات النظر ما بين المملكة العربية السعودية والإمارات بحسب متابعتك إزاء إدارة ما يحصل والتعامل مع الملف اليمني؟ أثناء عمليات عسكرية أنا لا أعتقد أنه في العمليات العسكرية في مشكلة،
الأستاذ عبد السلام تحدث عن ما يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث عن أشياء داخلية، يعني ذهب أعمق، هذه مواضيع سياسية. سياسيا واستراتيجيا كيف؟ عفوا، سياسيا يعني تحدثت عسكريا، سياسيا واستراتيجيا كيف هو الحال؟ أنا هذا اللي أقوله لك، في المشهد العام العسكري لا يوجد اختلاف أبدا، لأنه لو حدث ما كان يخطط له الأعداء، فالجميع متبر، الأمن القومي الخليجي، المملكة العربية السعودية، الدول العربية، حتى دول شمال أفريقيا العربية، مصر والسودان عفوا والمناطق الأخرى التي هي مطلة على البحر الأحمر سوف تتأثر. لذلك ما يحدث الآن يجب أن ينحى جانبا ويكون يعني بمعنى أصح لا ينظر لها كقادة عسكريين، هذه مشكلة سياسية، هنالك رجال سياسة أدرى بهذه المواضيع، التوافق ما بين قوات التحالف والإمارات والمملكة وقطر والبحرين وأي مشارك في التحالف لن ينظر إلى هذه المشكلة، سوف يستمر في العمل العسكري. ولكني من هذا المنبر سيدي أولا يعني من هذا المنبر أناشي بعجالة إنهاء العملية العسكرية في المناطق الرئيسية، والمرة الأخرى أحب أقول لكم يعني بصراحة كل عام وأنتم بخير على العامين الذين أمضيتموها في المجال الإعلامي، كنتم بالصحيح قناة إعلامية حيادية توصل الرسالة بما هو مطلوب إلى المواطن في الدول العربية وفي الدول العالمية. أشكرك اللواء محمد قبيمان الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن الوزير الزراعة الأستاذ أحمد الميسري. أهلا بك معالي الوزير. يا مرحبا معالي الوزير، ما هو موقفكم مما تم إعلانه كمجلس انتقالي في الجنوب، وكذلك من البيانات التي أتت من قبل التحالف، يعني من قبل مجلس التعاون الخليجي والشرعية اليمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الموقف، نحن موقفنا فيما يخص في الجانب السياسي كان مؤتمر شعبي عام في المحافظات الجنوبية، صدرنا بيان بصفة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام في الجنوب، صدرنا بيان أمس لوسائل الإعلام وأعلنا موقفنا بشكل واضح وصريح من هذا المجلس، لأنه مجلس يعني الأول لا يمثل الجنوبيين. نحن قلنا مرارا وتكرارا وقالت كل القيادات الجنوبية التي تحمل مشروع الانفصال أو مشروع الفيدرالية أو مشروع الاستمرار في الوحدة، كل القيادات الجنوبية دون استثناء، جميع القيادات الحراكية والقوى السياسية، أن مصير الجنوب لن تحدد جماعة منفردة، يحدد جميع أبناء الجنوب وبالآليات التي ستكون مقنعة. أما المهرجانات يعني الجانبية لمجموعة من المغيبين، مجموعة من الأنصار لفلان أو علان، وبكل بساطة آتي ببيان وأقول أنا وصية على الجنوب وأقرر مصير الجنوب، ونحن في حالة حرب ونحن في وضع يعني نقاتل فيه أعداء يعني كانوا في عدن ويطمحون العودة إلى عدن. ولهذا فإنه أرى يعني موقفنا، نحن أول نؤكد أن هذا المجلس ولد ميتا أو نعاس، سيظل مسخا وهو لعنة في تاريخ حركة النضال الجنوبي للمطالبة بالدولة الجنوبية وفقا لمقررات المجتمع الدولي التي نحن الآن نعيش في ظلها. ولهذا إذا كان هؤلاء الإخوان أعلنوا كمكون سياسي كنت أول من أرحب وأدعم وأبارك لهم، ما فيش معنى. أما أن يعلن أنه وصي على الجنوب ويحدد مصيره وله الآليات التي، من يكون هذا؟ هذا عبارة عن بدء يعني المعركة، المحاولة للنيل من الشرعية الرئيس هادي، هو يعني السعي لوجود شرعيات متعددة، كل من بسط يده ورجليه على شبر من الأرض سيعلن شرعية، كل من لديه مجموعة من المقاتلين من المغامر سيعلن أنه هو الوصي. وبالتالي نحن لنا مصلحة جميعا، الداعين للانفصال والداعين لدولة جنوبية أو دولة اتحادية أو مفرجات أو كل الجنوبيون، نحن لنا مصلحة جميعا في الاستمرار تحت مظلة شرعية الرئيس عبد الرب المنصور هادي بحسابات المصلحة وليس بحسابات الحب أو الولاء للرئيس هادي. فلهذا هؤلاء الناس يدمرون المصلحة، مصلحة أبناء الجنوب، يعيدون إلى مربع الصفر الذي نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل التحالف وبفضل أيضا الشرعية
الشرعية هي من دعت التحالف. التحالف لم يكن له أن يتدخل في الشان اليمني لولا يعني خطاب الرئيس هادي بأنه يستنجد بهم اليمنيين يطلبوهم لنجدتهم. ولهذا بإمكان هادي أن ينزع هذا الخطاب في أي لحظة ويدخل في متاهات. ولهذا كان اعتراضنا من هذه الزاوية وكان اعتراضنا شديد، لأن من أن لا نريد أحد أن يستخف بالقضايا الوطنية وأن يدخلنا في متاهات. ثالثا نحن ما دعانا أيضا إلى الرد بقوة وسنستمر في الرد على الأرض بقوة، أنه مع الأسف الشديد وما حاولنا نقتل أن هؤلاء أن هذه الفكرة يعني نبعت رائحتها الإيران رائحة طهران والضحية الجنوبية واضحة والروح العيان. الجهة التي تريد أن يعني من هو المستفيد من أحداث إرباط في الفلوس الشرعية أو الحوثي والحقاشيين، من يخدم أي شخص يأتي بأي خطوة أو مكون أو قيادة يأتي بأي خطوة يعني تريح ويرحب بها العفاشيين والحوثيين، نحن ضده جملة وتفصيلة في قضايا بإمكانك أن تكون متفق عليها، ولكن المواقيت اختيار المواقيت مهم جدا. قد يكون أنا فيما يسعى إليه مثلا عيدون الزوجي، لكني ضده بكل قوة بالأسلوب وبالطريقة وبالتوقيت حتى. ولهذا كان موقفنا، وهذا ليس موقفنا وحدنا نحن في المؤتمر الشعب العام الجنوب، هذا موقف جميع المكونات الحقيقية. نحن لا ننكرهم أنهم مكون، ولكنهم مكون صغير له حجم معروف. مكونات الحراك وقيادة الحراك موجودة ولها مواقف، والمقاومة التي أوجدت وضعا آخر بعد الحرب وهي قوة حقيقية لها موقف مختلف. ولهذا كان موقفنا من هذا المنطقة، نحن يجب أن نحترم الجميع، نحترم بعضنا البعض، ولا يستقطع حتى لو دعم الذي يعتقد يعني انه مدعوم من جهه او غيرها. كاملا نحن اكدنا في البيان الاشقاء في التحالف، انت ذكرت بيان مجلس التعاون، انا شخصيا اراه غير كافي. نحن هناك حركه تمت في عدن وسببت وسببت قلق، وبالتالي نحن نريد ما هو نريد خطاب للراي العام الجنوبي من الاخوه في جهه مجلس التعاون. هل شريكهم عيدون الزبيدي ومن معه مثل ما ادعى في بيانه، ام شريكهم هادي والشعب اليمني وحكومه بندر؟ أشكرك معالي الوزير، وزير الزراعة الأستاذ أحمد الميسري، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بثلاثين ثانية أستاذ عبد السلام، كلمة أخيرة حول مستقبل الوضع السياسي. طبعا من مجمل حتى ما سمعت من الأخ الدكتور أيضا والآخرين، واضح جدا أن لن يقبل التحالف العربي، أولا لن يقبل هذه الحالة أبدا، وسيستمر في عمليته العسكرية، وسينهي هذه الحالة باعتبارها حالة خصومة سياسية وليست حالة لأنه القبول بها معناها القبول بانتصار إيران في المنطقة. أنا أتوقع أن العمليات العسكرية ستعاد في استمرارها، وسيكون هناك بذل مجهود في عمل الالتقاء والتواصل ما بين الأخوة الشركاء. إذن أشكرك أستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد الدراسات والبحوث، كنت معنا في حلقة هذا اليوم. كما هو الشكر لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.